السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نايمة بالنني بالمغرب، كوتش مؤطرة، أنا في اعتكاف بحال اللي كندير كل عام في رمضان، العشر الأواخر اعتكاف 100%. وبغيت نتقاسم معكم هاد الفيديو، إذا يمكن تعاون البعض على الفقه باش تفيقوا كيف أنا فقت. الناس كيطلبوا باش يخرجوا من الكروبات، الناس كيطلبوا باش يخرجوا من الحزن، من القلق، من الفزع. اللي بغيت نقول لكم في الاول، ما تكونوش متفقين معايا على هادشي اللي غادي نقول لكم، ولكن سيروا معايا في الخط حتى الاخر، سيروا معايا في الخط، لان الا بدلتوا مفاهيمكم غتبدلوا حياتكم وغتبدلوا نمط عيشكم، وغادي تكونوا في احاسيس اخرى وفي رفعه ان شاء الله، لان افكاركم ومعتقداتكم هي اللي عطيكم الحياه اللي كاينه. وانتم بغيتوا تحسنوها، ما كاينش اي واحد بعد اللي جا في هذا الفيديو، اي واحد غادي يبغي يزيد الى الامام. وشنو هي يزيد الامام؟ رفعه، لان مع الرفعة والتقرب من الله هو اللي معاه تكون حياة راغدة سعيدة، دائما بصحتنا، دائما في راحة البال، دائما الامور كتيسرنا. انا نحشم وتنقولها وانا غنبكي، ولكن غنبكي حبا لله. نحشم نقول ربي هز عليا هذا البلاء، نحشم نقول ربي بغيت نحيد عليا هذا الحزن وهذا القلق، لان شغن كيفاش غنطلب هادي وربي تيقولنا يقسم بعزته وجلاله، وعزتي وجلالي لئن رضيت بما قسمته ارحت عقلك وبدنك وكنت عندي محمودا. كيفاش غنطلب له هادي؟ هو تيقول لي وعسى، بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا ما كنكرهش هاد الشيء، غير ما تعجبنيش لانني لا افقه، تيقول ما تعجبنيش وهاد الشيء ما زوينش وهاد الشيء. هو تيقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني كيفاش غادي نطلب منه هادي؟ يا ربي هز عليا هاد المرض، يا ربي عزيز عليا، ما يمكنليش. خصني نتعلم الرضا المطلق، خصني نتعلم حسن الظن بالله، خصني نتعلم الاستقامة باش عادي يكون الرضا المطلق. كيفاش غنطلب لربي يهز عليا المرض وهي طهارة كبرى؟ وإذا طلبتها منه معناتها عدم الرضا، إذا أنا ما نكونش مؤمنة. حيت المؤمن هو اللي امره كله خير. وانا تنتقاسم معكم هادشي ودموع الخشوع كاينه. كيفاش نطلب ربي يهز عليا ويعاونني في هاد البلاء وهادشي الوغ كو هو تيقولنا ان عظم الجزاء مع شدة البلاء. وشنو هو عظم الجزاء؟ الجزاء تقرب من الله، وما كايناش رفعه بدون زكاة النفس، تزكية النفس. ما كايناش رفعة وتقرب من الله بدون قتل النفس أو طهارة النفس. التخلية قبل التحلية، وهذه هي التخلية. ما يمكن ليش نقول له هز عليا هادي وهو تعاوني، مش معني تعطيني الشقاء والمعاناة، لا، تعطيني شنو خصني نزول اللي أنا غلطة فيه وخصني استقم فيه. هذه هي النفس. ولكن ابليس في لعب الدنيا تيقولنا هذا الحزن، هذه لا كولير، هذا المرض خايب، هذه كل شيء خايب. ما نقدش نطلب على ربي نقول له يا ربي زدني فقها وحكمه وثباتا. هذه نطلبها منه، نطلبها لاي بني ادم. ما نقدش نقول له هز عليا هذا البلاء. الا غنقولها له بالنيه عاوني على الرضا على هذا البلاء، ولكن البلاء بإنانية،
مؤمنين ديما حاضرين النية، نية تقرب إلى الله. عاوني، خفت نتيه فيها عاوتاني، نتيه في هذا البلاء ونبعد منك حبا لله. وكل ما تقربنا لربي، كل ما حسنا صحتنا وحياتنا وجونا الكرامات، ماشي هو اللي قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ قالوا هذيك النفس هذه ما لقتش نقول ربي حيدها ليا، خصني انا الخدمه، انا خصني نقرا كيفاش نستقم ونكون في الرضا المطلق باش نزولها مع سيدي ربي. كيفاش غنلقى ربي وانا الخطايا والذنوب ديالي كلها عامره 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 لداخل، عامره في النفس؟ شكون هذا اللي عارف النفس فين هي؟ اللي ما عارفش النفس فين هي اذا ناسي الله، تيقول غير كلام كلام كلام، احب الله اشهد ان لا اله الا الله، كلام ربي ليس بكلام. اللي ما عارفين هي النفس وكيفاش تتحط، كيفاش بغا يدير التخليه، كيفاش بغا يزولها باش يتقرب من ربي. اللي ما عارفش النفس فين هي ما تعرفش ربي حقيقة. اللي قال سيدنا عمر رضي الله عنه، إذا عرفت ربك، إذا عرفت نفسك عرفت ربك. واللي قال سيدي ربي، إذا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا نسوا الله أنساهم أنفسهم. في لعب الدنيا خصنا نعرفوا فين هي النفس، وإلا ما عرفناش فين النفس إذا احنا ناسيين ربي. باش نفيقوا نفيقوا فيقوا مزيان، الواحد يعرف الأغلاط ديالو مزيان، يعرف الأغلاط ديالو باش يحط الحل، باش يعرف شنو هي الطريق وشنو هو الصراط. كاع داك الشيء اللي تنقولوا خايب وهي الطريق إلى الله، ماشي معناتها بغا نعبي نتعذبوا، لا احنا غالطين. دوك بغا يورينا، تيقولنا ها انتم حيدوا هادي وهي فيق استقم، تبقاش تعيط لها بهذا الشكل بحال المفهوم اللي عطاك ابليس. وحنا ما واعيينش كلشي الناس يا ابليس بان تعطينا مفاهيم غلطه، وحنا متشبتين بهاد المفاهيم وتنقولوا عندنا الحق وهي هادي. ما يمكنش نجيو لهاد الدنيا باش نقاسي ونعاني، ما يمكنش. اذا نسوا الله انسوا انفسهم، اذا نسوا الله كلشي تيذكر الله. ذكر شنو هو الذكر؟ كلام. واش دخلنا عليكم بالله بيني وبينكم؟ واش ربي كلام؟ ربي يتجلى في كل شيء، ولكن ربي حاضره، ذكر الله حاضره، ذكر الله حب، ذكر الله حلاوه الايمان. هذه اللي كتشوفوا دابا الحال الان، البكاء حبا في الله وحبا في الناس. ما يمكنش يكون حب الله بدون حب الناس، كيف ما كان تصرفهم وافكارهم، لان انهم لا يفقهون. وحتى انا مازال لا افقه في بعض الامور بزاف، ومازال كنخدم باش نزيد في الصراط ان شاء الله. الو فيق والله يخليكم، نتمنى لكم شنو كنعيش انا، حياه رغده، حياه جنه، حياه فوق سعيده، سعيده كلام بسيط، حياة جنة حقيقة، وخفة الروح، خفة الجسد. ما بقيتش نعرف هاد لي سنين دابا وانا كنخدم على راسي، ما بقيتش نعرف شنو هي المعاناة والعياء. كنعياش، كنعس قليل، نعس ساعة ساعة ونص، وبعض المرات ملي تعطوني شي خدمة لاخر وقت خصني نوجدها باش نفيد العباد، يمكن ما نعش، تندير غير بعد الصلوات الصلة بالله، ماشي سجود وركع، صلوات وميديتاسيون وخلوة كتكفي، لأن لا راحة إلا بقرب الله، ماشي في النوم، لا أبدا. أنا سعيدة اللي تخرجت معكم هذا الفيديو. إلى واحد اللي تسمع لها وحركات فيه شي حاجة وحاولي يخدم بها ويقول يا ربي بغيت نوصل للرضا المطلق، بغيت نحس بأن هادشي غادي يرجع بحال اللي كتقول هاد السيدة هادي، هاد المؤمنة العابدة،
اللي كدير كل حياة، كل خطوة، كل كلمة في سبيل الله حقا تقربا إلى الله، ماشي كلاما، نعيشوها هكا نحسو بها. بغيت نحس يا ربي بهذا الرضا، كيفاش تيبدل سيئات إلى حسنات، وإلى رفعة، وإلى نور إلهي، إلى حركات غير في واحد أنا فرحانة، إلى رشدات غير بني آدم واحد أنا فرحانة، إذا كانوا كثر معلوم، لأن من أحيا نفسا فكما أحيا الناس جمعاء، والعكس صحيح. إلى النفس ديالنا حنا كان نزولوا منها تخلية، زكاة، تزكية النفس، طهارة النفس، قتل النفس، هادشي كله ربي ذكره في المصحف الكريم. خذوا اللي بغيتوا. مني كنخدموا على النفس ديالنا كنزولوها من النفس الواحدة البشرية، دونك تنعاونوا البشرية كلها ترفعوا عليها. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان وحب الله. وتذكر الله يخليكم، ذكر الله مش كلام، ذكر الله مش كلام، ذكر الله حلاوة حب، ما يغدركش من صباح الليل مهما كانت تجربة الحياة. وكل ما كانت تجربة الحياة بحال اللي تنقولوا تكونوا غالطين لا نفقه قاسية، كل ما الرفعة كتكون أكثر إذا كنا في الاستقامة والرضا المطلق. إن الذين ذكروا الله ثم استقاموا، غير هادشي، غير هادي صافي، من بعد ربي تتولى، تتنزل عليهم الملائكة والروح ألا تخافوا ولا تحزنوا. شكون اللي تعرف بأن الملائكة كاينة وتتعامل معاه؟ ما دراش ربي باش تسخر لنا احنا المكرمين عند الله، لأن احنا روح إلهية، ناسين ربي، ناسين النفس، وناسين الملائكة. دوك فيقوا فيقوا فيقوا، ما كايناش غير الماديات، جسد، حنا ماشي جسد، هذا الجسد كادو عطيه لنا سيدي ربي أمانة. إذا كنتو كتمرضوا بزاف وكتعيوا بزاف راكم عامرين. فيقوا فيقوا فيقوا، يتوعوا بأن هادشي، هاديك راها النفس هي اللي خصنا نخدموا عليها. إلا بغيتو صحة دائمة وحياة نعيم وجنة، علاقات حلوة وزوينة، علاقات في المحبة لله الخالصة، وخلاخ تكون زعما غالط معاك، ولكن حيت ما تنعرفوش نقراوها، ما تيكونش الواحد من أول الألباب، مترجعوا من أول الألباب، حتى واحد ما تيغلط معاك، المؤمن معمرو ما يضر شي واحد زعما اللي غلط معاه، حيت عنده الحكمة. كترجع علاقات زوينة وكتمشي انت تسامح معاه وتقول له الله يسامح مزحها فيا، الله يسامح مزحها فيا، غير اجي نبقاو في محلنا، اجي ما نخليوش داك كلام ابليس، كلام ابليس يدخل بيناتنا، لان ماشي ابليس اللي تيدخل اللي تفرق بيناتنا، غير الكلام اللي تعطينا، ولكن خصنا نسمحوا لربي، ما خصناش نمشيو مع كلام ابليس وعباده ابليس. شنو هي عباده ابليس؟ خصنا نشوف عباده الله. عباده ابليس معني انت كتسمعوا الكلام تاعي وفعل لي ونهضر فيه والنميمه والغيبه، هذا كلام ابليس، ترجع هو مفهومي، هو حقيقتي، وهو تصرفي، والحياة شقاء معاناة، وتكونوا في عدم الرضا، وتكونوا في عبادة إبليس. ها سورة ياسين، أي العظمى اللي في سورة ياسين، باش نمشيو لعبادة الله، السماح والعفو والتماس الأعذار. ولكن ملي كتكون عندنا الحكمة وكنشوفوها واضحة، واو يا ما تبقاش هذاك عدو عدو، ترجع صديق حميم. خصنا نشوفوا الكادو، خصنا نشوفوا الكادو، واش كله خصنا نقراوه ونبدلوا المفاهيم. ما يمكنناش نبدلوا المفاهيم بدون تزكيه النفس، لان المفاهيم كلها ديالنا اللي كنخدموا بها، كلها ديال ابليس. هلو فيقوا فيقوا، وعسى ان تكرهوا شيئا واخر لكم، اي حاجه صعبت عليكم وزعما ما كنتوا كتعانيوا فيها، وهذا وداك الشيء ياك ديروها فاتي، ديروها، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. قول هذه فيها خير، ماشي لعله خير، لا لا، انه خير. احسنوا الظن بالله، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تموتن
الا غلطت في شي الكلمه كيف نقولها في الاعراب ديالها سمحوني، وانتم ولا تموتن حتى تحسنوا الظن بالله. اي حاجه جاتكم في الحياه حسن الظن بالله، اللي ناقص هي الحكمه باش نديروا الاستقامه باش الرضا المطلق تيكون سهل. الوفيق والله يخليكم. ملي كنوصلوا لواحد العيش بواحد الحلاوه التي لا يمكنش نوصفها بالكلمات، خص الواحد يعيشها. كنتمناو لها البني ادم كله، احب لاخاك كما تحب لنفسك. اليوم السادس من العشر الاواخر وانا في اعتكاف، هذه يومين كتراودني هذا الفيديو باش نتقاسمه معكم، وانا تقاسمته معكم حيت الحقيقه ديال الاعتكاف شت زكاة النفس، تزكية النفس. الحمد لله كون جات عليا انا البشرية كلها تاخذ عطلة هاد العشر الأواخر رمضان. رمضان جاي البشرية كلها، الكون كله ماشي غير البشرية أو المسلمين، ياخدوا عطلة البشرية كلها ويدخلوا في صمت في اعتكاف، وتشوفوا كيفاش ترجع الجنة أرضية. داك النفس كتخمد 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 ما حيت ما كننميوهاش يوميا، كنبداو ننميو غير حب الله، حب الله زكاة النفس وحب الله والتقرب من الله حقيقة ليس كلاما. إذا كانوا الخلوة والصلاة ما غتبدلكمش، إذا خصكم تراجعوا نفسكم، تراجعوا الشكل ديال كيفاش تديروها. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء تبدا من هنا يا عاد تيجي كومبورتمون، عاد تيجي التصرف، الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. دوك دائما نقراو، دائما نقراو باش نحسنوا المفاهيم ديالنا كلها، باش ترجع حياتنا على حسب المفاهيم، الحقيقة ماشي مفاهيم، الحقيقة الربانية. وكنفهموا علاش ربي قالنا بحثوا على الحقيقة، بحثوا على الحقيقة. الحمد لله. الرضا المطلق، الاستقامة، وحسن الظن. كاين شي حاجه خايبه في الدنيا هنا ملي كنخمو كناخذ مفاهيم ابليس باش عشناها هكذاك، ما حتى هادي تعطيها لك ربي وتعطيها لك تردها لك وسيله باش ترجع لسيدي ربي في هاد لعيبة الدنيا. شوفوا الرحمه سيدي ربي، اغلاطنا اغلاطنا خطايا والذنوب اغلاط اللي كلها متراكمه في النفس، باش عاد من بعد كيتجلى ليلها وكترجع في الحياه ديالنا هكذا تصرفنا وكلامنا. هاديك ربي عطينا كيفاش نرجعو لسيدي ربي الى حنا دينا لها اللي كنسميوها بالفرنسيه لا ترانسميتاسيون، معناتها اللي قال ربي يبدل الله السيئات بالحسنات. التخليق قبل التحليه، اذا خذوا عطله العشر الاواخر، علموا وليداتكم ما معنى الصوم والصيام، ما معنى هدف الحياة، الرفعة، التقرب إلى الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.